اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، زي ما احنا متعودين كل يوم بنقدم لكم نموذج لاصدقائنا من ساوي الرضا من اصحاب الاعاقات. رغم اختلاف اعاقاتهم بنوضح لكم ازاي هما قوه ارادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا عليها وقدروا يواجهوا كل صعب كل عزيمه واصرار. رفض الاستسلام للياس ورفع رايه العزيمه، قدروا بقوة إرادتهم وعزيمتهم يتغلبوا على الإعاقة ويتحدوا صعوبات كتير بتقابلهم بثقتهم بنفسهم وإيمانهم بقدرتهم. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وقادرين على العطاء، قادرين ولكن باختلاف إيمانهم بقدرتهم الخاصة ثقتهم بنفسهم كان أكبر دافع ليهم يتخطى أي إعاقة وكسر أي قوة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين ولكن باختلاف اضرب قوة إرادتهم وعزيمتهم يحول الإعاقة لطاقة واليأس لأمل.